علاء، احنا دائما انا بشكركم حبيبتي. بنسال ضيوفنا حلوه يا دنيا لولا الظلم، لولا القهر، لولا الحروب، لولا الاطماع، لولا كثير اشياء. بس نحن فينا نقول كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا دنيا. يا سلام يا سلام. حلو، ان شاء الله احنا بتمنى لك انه ان شاء الله كل ايامك استاذ علاء زلزلية حلوة. ايامكم بتمنى لك توفيق في حفلك وان شاء الله كمان عندك بكرة مؤتمر صحفي رح يكون. بتمنى لكم كل الخير في بلدك الثاني في الاردن. نشكرك على هالاغنية الوطنية اللي قدمتها. حلو يعني اهداء لجلالة الملك. من لطفك ومن ذوقك بنحبك كثير. الله يخليك. واشتقنا لك كمان كثير، وقديش مبسوطين بشوفتك وحضورك. الله يخليك يا فؤاد، انا بشكركم من كل قلبي انت ورهف اليوم. عن جد انا فقت بكير اليوم، يعني انا عرفت انه لازم اكون 9 جاهز و9 7 فقت. والله لا جاهز حالي وبحب يعني ما كنت عارف انه هالوقت معكم حيمر بسرعه. الحمد لله يعني انبسطت كثير، ما حسيت انه بوقت، انه مع انه عاده بس واحد يقول انه عندي ساعه هوا ممكن يكون شوي بيقول لك ساعه طويله. بس صدقني انا لما بطلع بالساعه ما عرفت، عم بقول رهف انه خلصنا، ما عرفت انه الوقت هيك بمر بسرعه. فؤاد ورهف، انا يعني عن جد انا سعيد اني تعرفت عليكم. احنا بنقدر وانتم اصدقاء غاليين على قلبي، يعني بشكركم من كل قلبي لدعوتكم لي اليوم لمعايدة جمهورنا الطيب بالأردن. تحية، برجع بقول تحية لشعب الأردن ولقائد الأردن جلالة الملك عبد الله. كل عيد وانتم بخير يا رب، والبلد يضل بخير وبسلام يا رب، وبحفظ الله أكيد. وكمان بدي أقول كل عيد والشعب العربي بألف خير، وكل الأمة العربية بألف خير يا رب. بينعاد عليكم بالخير والسعادة يا رب، وإن شاء الله يا رب أنه تنتهي كل المآسي بعالمنا نحن، ويصير عندنا ايام حلوه. اذا مش يعني اذا مش كرمالنا كرمال الاجيال الاطفال اللي جايه ان شاء الله. الله يبعث الايام ان شاء الله. يا رب كل ايامكم حلوه. وشكرا جدا لتلفزيون رؤيا ولكل العاملين. تسلم على من رئيس مجلس اداره لكل العاملين فيها. مشكورين لترى المسيح. شكرا اساتذه. يعني احنا اذا بتعرف بالاردن فطور يوم الجمعه كتير مهم. الله فاحنا الله. ما بنطلعك بدون ما تفطر اليوم. عندنا فطور كتير مميز. من الفطور ما بيعيد من خطار. والله الجمعه دائما يلا يلا. الشيف جميل عم يستنانا. خطار روح بستنعر. نشوف شو حضر لنا. يلا اهلا وسهلا. شو شف يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل استاذ علاء. وبهالمناسبه يعني نوجه تحيه لزميلنا وصديقنا العزيز محمد المدفعي، الاستاذ شكري السلفيتي. يا سلام. شو شف هالاكلات؟ مش مني هذا بالمره. طبعا احنا خطار مش كافيه، احنا طبعا عباره عن مطعم. غيرنا فكره الكافيه، صرنا عباره عن مطعم، وعم نفتح فروع في دبي وبالقاهره وبالعراق. كل التوفيق بعمان كمان ان شاء الله. ان شاء الله. وهي كمان عاملين دعايه لانه بشهر 11 عندنا منيو جديد. يلا بدنا ندوق ونعطيك راينا. فينا سندوتشات الرول هذول، جبنه شيدر مع موزاريلا، وفي تركي وفي روست بيف، وعباره عن كل كت هذول الافطار. كمان السلم يا سلام. كيف فؤاد؟ انت فؤاد لازم تسال على الاستاذ علاء. بدي ناخذهم معنا. علاء دوق لنا وحده من المناقيش عشان تقول لنا شو رايك. يلا بتعرفي انا نقي لك زعتر، في تركي مع جبنة موزاريلا، في تركي مع سلام، في زعتر الأردني بتحبه. تفرم ناعمين. انا بدي ادوقها شيء مشهي. احنا بدنا نتمنى لكم عيد اضحى سعيد يا رب ان شاء الله. يا رب نعاد علينا جميعا بالصحه والخير، واليوم انبسطوا كثير بالاعياد ان شاء الله. ما بسمعوا الا الاخبار الطيبه. على زلزلي نورتنا، كل عام وانت بالف خير. فؤاد بياكل. شيف جميل ثانك يو. شكرا لمطعم خطار. باي باي، ضلوا بخير.